دي مغارس. دي مغارس. احنا المشروع اللي وصلنا فيه للموافقات 13 موافقه، دي ما حصلتش في جوه معسكرك. عندك موافقه لسه فاضله؟ انا عندي 4 موافقات، انا هشطب الكنيسه وافقوا لنا على الاربعه دول ماشي. ما هوش خلاص. بص يا باشمهندس، احنا بعد اذنك. انا خلصان، الدنيا خلصانه، بس هو سيادتك مثلا في حاجات مترتبه على حاجات، يعني مثلا باعتين موافقه عايزين نعمل ارضيه صحن الكنيسه هنا، تمام يا جماعه ردوا علينا، عايزين نعملها، عايزين نشتغل. طب كاصار ما احنا هي اللي مأخراك. احنا هم عايزين يعملوا ارضيه صحن الكنيسه، انت عايز تعمل ايه؟ انا اللي عايز اعمل، هم مش قرارتين عليا. هيعملها بخامه ايه؟ هل خشب؟ هل حجر؟ متاخرين تمام. يعني مثلا حضرتك السقف ده خد من وقت مشروع انا، واتحسب عليا 9 شهور. هل ممكن المشروع الاقتصادي يحضر معانا اجتماع يوم الاربعاء؟ ان شاء الله. وعندنا برضه يا فندم الاطار السنوي والطبيه.